حركية كبيرة يشهدها ميناء تيبازا بخروج العائلات للتنزه والاسترخاء وقضاء نهاية أسبوع مريح وممتع. جيت من عين دفلة لميناء تيبازا لقضاء عطلة أسبوعية. من الغواط جينا هنايا باش نريحوا مع الاولاد، يتمتعوا شويه بالجو، يتمتعوا بمنطقه تيبازا السياحيه، البحر، الهواء، الموفمون، كاين بزاف الغاشي، الاولاد يلعبوا ونسيبوا راحتهم الوسع. فرصه خرجنا وليداتنا اليوم سما لا فين تاع لا سيمين هذه هي باش يعاودوا يولوا فور للمسيد باش بواحد الحيويه نتاع النشاط وكذا من هي. كل الظروف مواتية هنا على مستوى الميناء، الفضاء الطلق والبحر ووسائل التسلية، خصوصا للأطفال الذين يستعدون للعودة إلى مقاعد الدراسة. أنا جيت هنا لميناء تيبازا باش نجوز العطلة تاع الأسبوع باش غدوة إن شاء الله ندخل نقرأ، نقدر نجوز الامتحانات خاطش دوكا ديت عطلة واستراحت مليح. عطاونا هذا الفاكونس والكوفيد وكامل الكونفينمون صافي نخرجوا شويه ندوروا شويه من بعد نولوا للدار نولوا القرايه. نزهوا في هذه الفاكونس اللي عطاوهم لنا تاع السمانه باش كان نكونوا باش كان نستعدوا لي دو فورلام جايين. وجهة سياحية بامتياز ومقصد مفضل للعائلات الجزائرية هو ذاك ميناء تيبازا بلا منازع.